مرحبا بكم، يسرنا أن نقدم لكم شرح عن مؤشر الأداء التشغيلي لمكافحة العدوى بحلته الجديدة 2023. يهدف المؤشر إلى قياس معدل تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية. يتم تكرار هذا المؤشر ربع سنويا. يتكون هذا المؤشر من أربع مكونات أساسية: أولاً، الترصد للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. ثانياً، الالتزام بالتبليغ عن التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية. ثالثاً، معدل تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية. رابعاً، تطبيق برنامج تدريبي مستمر على المهارات الأساسية لمكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية. وفيما يلي تباعاً شرح لكل مكون. يعد الترصد للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية المكون الأساسي الأول لمؤشر الأداء التشغيلي لمكافحة العدوى 2023، حيث يمثل 30% من وزن المؤشر الكلي. يتكون من مؤشر فرعي واحد، وهو معدل عدوى مجرى الدم المرتبط بالقصرة الوردية المركزية في وحدات العناية المركزة. يهدف المؤشر لقياس المعدل تراكميا في وحدات العناية المركزة للبالغين وحديثي الولادة وفقاً لنطاق خدمة المنشأة ومقارنته بمعدلات الوطنية والعالمية. والمقصود بتراكمياً بمعنى الربع الأول سوف يكون لمعدل الربع الأول فقط، الربع الثاني راح يكون معدل تراكمي الربع الأول والربع الثاني، والثالث راح يكون تراكمياً للربع الأول والثاني والثالث، ونهاية السنة راح يكون معدل لسنة كاملة. حيث أن في الربع الثاني يتم قياس بناء على بيانات الربعين الأول والثاني، وهكذا يتم حساب المؤشر بناء على عدد الأحداث، تقسيم عدد أيام تركيب القصرة الوردية المركزية بالوحدات المستهدفة ضرب 1000. يتم تقييم كل منشأة بناء على النطاقات التالية: من 0 إلى 0.9 100%، من 0.9 إلى 2.5 75%، من 2.5 إلى 5 25%، أكثر من 5 0%. مصدر بيانات المؤشر الفرعي هو منصة مكافحة العدوى عن طريق منصة صحة حسن بلس. يعد الالتزام بالتبليغ عن التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية المكون الثاني الأساسي لمؤشر الأداء التشغيلي لمكافحة العدوى بعام 2023، حيث يمثل 30% من وزن المؤشر الكلي. يتكون هذا المكون من مؤشرين فرعيين مجموعهم يصب في وزن هذا المكون. المؤشر الفرعي الأول ويزن 25%، حيث يكون عند تبليغ المنشأة الصحية عن التفشي المرتبط بالرعاية الصحية. يهدف المؤشر الأول إلى قياس قدرة المنشأة الصحية المستهدفة على رصد التفشي المرتبط بالرعاية الصحية خلال فترة 9 أشهر الماضية، أي قبل صدور المؤشر، وذلك حسب الدليل الوطني المعتمد. مثال: يصدر المؤشر في نهاية الربع الأول العام الميلادي، فيتم الأخذ بعين الاعتبار البلاغات في الربع الثالث والربع الرابع للعام السابق، بالإضافة إلى الربع الأول في العام الجاري، وهكذا في كل منشأة صحية مستهدفة. يستهدف هذا المؤشر الفرعي المنشآت التي تحتوي على وحدات عناية حرجة وأجنحة تنويم بالمنشأة الصحية. يتم احتساب درجة هذا المؤشر بناء على عدد البلاغات في 9 أشهر الماضية التي تسبق صدور المؤشر، بحيث تحصل المنشأة التي تبلغ عن تفشي واحد أو أكثر على الدرجة الكاملة. أما المنشأة التي لم تبلغ عن أي تفشي خلال الفترة فتحصل على 0% من الوزن 25%. المؤشر الفرعي الثاني ويزن 75% من المكون، وهو قدرة المنشأة الصحية على الرصد المبكر للتفشي المرتبط بالرعاية الصحية. ويهدف المؤشر لقياس نسبة الرصد المبكر للتفشي المرتبط بالرعاية الصحية مستوى C نسبة إلى إجمالي تفشيات المنشأة الصحية خلال فترة 9 أشهر الماضية التي تسبق صدور المؤشر حسب الدليل الوطني المعتمد، حيث تصنف التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية إلى 3 مستويات للتدخل بناء على عدد الحالات حسب الدليل.
حيث يعتبر المستوى سي هو الأقل خطورة والأقل في عدد الحالات. رصد المنشأة للتفشي مبكراً والإبلاغ عنه في مستوى سي يعكس قدرة المنشأة الصحية على رصد الرصد المبكر للتفشي المرتبط بالرعاية الصحية. يتم احتساب درجة هذا المؤشر الفرعي بناءً على النسبة التالية: عدد البلاغات المرتبطة بالرعاية الصحية والإبلاغ عنها في مستوى سي خلال 9 أشهر الماضية مقسومة على إجمالي البلاغات بكافة المستويات خلال نفس الفترة. مثال توضيحي آخر: منشأة قامت بالإبلاغ عن 5 تفشيات خلال 9 أشهر الماضية وجميعها كانت بلاغات مبكرة في مستوى سي، تكون النسبة 100%. مثال آخر: 5 بلاغات، 3 منها بلاغات مستوى سي وبلاغين مستوى بي، فتكون النسبة 3 × 5 ضرب 100 وتكون النسبة من المكون الأساسي 75%. مصدر بيانات المؤشرين الفرعيين يحسب منهم المؤشر هو منصة مكافحة العدوى، ويتم احتساب كل مؤشر فرعي لكل منشأة على حدة، ثم يحسب وزن المكون للمنشأة. تعد نسبة التجمع الصحي في المنطقة أو المحافظة هي معدل درجات المنشآت المستهدفة بكل تجمع. اليوم إن شاء الله راح نشرح لكم مؤشر أداء تشغيلي مكافحة عدوى RHD2 بما يخص مؤشر رقم 3 والخاص بمعدل تطبيق معايير مكافحة عدوى داخل المنشآت الصحية. الوزن الكلي من هذا المؤشر يعتبر 30%. المؤشر الفرعي لهذا المؤشر هو نسبة التزام المنشأة الصحية بمعايير مكافحة عدوى، طبعا نقصد فيها هنا مدى التزام المنشأة الصحية بتطبيق معايير مكافحة عدوى التي يتم استقصاء هذه المعلومات من خلال برنامج الآيكا والإنفكشن كنترول أوديت من خلال منصة برامج مكافحة عدوى. تعريف المؤشر: يهدف هذا المؤشر لقياس نسبة التزام المنشأة الصحية بتطبيق معايير مكافحة العدوى من خلال قائمة تحقق محدثة ومعتمدة من قبل الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بشكل نصف سنوي بناء على أحدث معايير مكافحة عدوى الوطنية والعالمية، ويتم تقييم المنشأة الصحية من خلال مقيمين معتمدين وحاصلين على رخصة معتمدة. بشكل مختصر، هالمؤشر يتم استخراجه من خلال برنامج الآيكا والإنفكشن كنترول أوديت، وإحنا كلنا نعلم أن الآيكا يتم تقييم المنشأة الصحية مرتين في السنة أو نصف سنوي، ومن خلال استخدام أداة التقييم معتمدة ومحدثة من قبل الإدارة العامة لمكافحة عدوى، ومن خلال مقيمين معتمدين ومرخصين من قبل الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. وزن هذا المؤشر هو 100%، يحسب نسبة التزامه بمعايير مكافحة عدوى على حسب نسبة معينة، ويكون تظهر كمؤشر من خلال نسبة مئوية. أحد المكونات الأساسية لمؤشر الأداء التشغيلي لمكافحة العدوى هو برنامج تدريبي مستمر على المهارات الأساسية لمكافحة العدوى داخل المنشآت، والذي يشغل من الوزن المؤشر الكلي 10%. ويهدف المؤشر إلى قياس عدد مدربي برنامج رخص المهارات الأساسية لمكافحة العدوى بيكسل وفق آلية محدثة لعام 2023 والمعتمدة من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، والتي تعتمد على تحديد عدد مدربي لكل منشأة على حسب السعة السريرية للمنشأة، وتم اعتماد وتعميم الجدول الذي يوضح أعداد المستهدفين بحسب السعة السريرية للمناطق والمحافظات. وحيث أن آلية اعتماد المدربين بالمنشآت تتم من خلال عمل اختبار نظري ومن ثم عملي تحت إشراف منسقي المناطق والمحافظات، وتأهيل المرشحين من خلال منسقي البرنامج بالتجمعات الصحية إن وجدت. وفي حال عدم وجود تجمعات صحية تتم تأهيل المرشحين من قبل منسقين بيكسل بالمديريات، ومن ثم تسجيل بيانات المجتازين على منصة حصن، والتي هي مصدر البيانات لدينا لحساب هذا المؤشر. ويتم حساب بالمعادلة الموضحة التي هي العدد الفعلي للمدربين بيكسل المعتمدين بالمنشآت بعد اجتيازهم الاختبار النظري والعملي على العدد المستهدف حسب السعة السريرية مضروبا في 100. يتم التحقق من جودة المؤشرات
بشكل ربع سنوي عن طريق الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. أما بخصوص مشاركة المؤشرات في إطار مسؤوليات الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية ومكتب تحقيق الرؤية من أجل تطوير أقسام مكافحة العدوى وضمان استقرار واستمرار أداء البرامج وتمكين كل ما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الصحي في المملكة. سيتم مشاركة مؤشر الأداء التشغيلي لمكافحة العدوى بالمملكة مع الجهات ذات العلاقة في اليوم العاشر من بداية كل ربع سنوي. يخضع المؤشر للتحسين والتعديل على مكوناته الأساسية وطريقة حسابه بناء على ما يستحدث من توصيات وملاحظات بما يعود بالنفع على تحسين أداء برامج مكافحة العدوى بالمملكة وضمان الحفاظ على جودة تقديم الرعاية الصحية ودعم عملية التحول الصحي. شكرا لكم، وفي النهاية نسعد بتواصلكم بخصوص أي استفسارات عن المؤشر أو أي مكون.